حتى شي حاجه ما سهله حتى شي حاجه ما صعيبه اي حاجه بغيتيها تقدري توصلي ليها خاصك غير تنوضي من بلاصتك وتبدلي الافكار ديالك السعاده الحقيقيه في الحياه هي فاش كنحلوا المشاكل اللي كنواجهوها ولكن الا فشلنا باش اننا نحلوا هذه المشكله هذا كيزيد يكبر بزاف اكثر المشاكل اللي كيواجههم الانسان في الحياه ديالو وهو يبدل الشكل ديال الجسم ديالو وتيكون تحدي كبير ولكن في نفس الوقت زوين بزاف وممتع داكشي علاش خاصك تنوضي من بلاصتك وتخدمي على راسك مزيان وغادي يجي واحد النهار وغادي تشكري راسك على كل حاجه درتيها في الماضي انايا كنوعدك ما عمرك غادي تندمي على هادشي اللي كنوريك دابا وما عمرك غادي تندمي على اساس انك ترينيتي وخدمتي على الجسم ديالك بغيتك تحفظي هاد العباره هادي مزيان تهلاي في الجسم ديالك وانت صغيره يتهلا فيك وانت كبيره ومرحبا بكم في الحصه الثانيه لحل مشكله العضله النائمه في المنزل فقط كما فات لينا شفنا الحلقه السابقه كانوا بعض التمارين اليوم زوينه وسهله في نفس الوقت وقدرتوا انكم تخدموها ودابا اجي معايا باش نشوفوا الحصه الثانيه اللي غادي تكون حتى هي سهله وغادي تكون للجميع ان شاء الله وغادي تستافدوا منها مزيان كاين بغيتك تحيدي منك داك العجز وتبين راسك شحال انتيا قويه وشحال انك تقدري ديري هادشي وإلا تبعتي معايا الحصه حتى الاخر غادي تحصلي على النتيجه وهنا فين قلتها لك فقط ثقي في راسك وثقي في داكشي اللي كديري فيه انتيا وخدمي من نيتك واحد الملاحظه صغيره اكتشفت بان الاغلبيه اللي كيتشوفوا لي فيديو ديالي ما كيديروش جيم لا فيديو وهذا الشيء ما عجبنيش بزاف داكشي علاش بغيتكم ديروا جيم لهاد لا فيديو هذا وبغيتكم توصلوا لاكثر عدد ديال لي لايك تقريبا 10000 لايك في اقرب وقت ممكن هذا الشيء غادي يساعدني باش انني نزيد نحط لكم الحصص اخرين ومواضيع جداد ان شاء الله كنصحكم انكم تزوروا الموقع ديالي trainingmaya.com في جميع المواضيع اللي غادي تحتاجوا وجميع الحصص غادي تلقاوها في نفس الموقع فقط غادي تدخلوا ليه وغادي تكتشفوا كل شيء باش ما نطولش عليكم اكثر يلا ندخلوا في الحصه ديالنا اللي غادي تعجبكم بزاف وطبقي معايا جميع التمارين بالتفاصيل Oh,
Congratulations!